الظهيرة من الشروق نيوز متواصلة. في الجزء الأول من نقاش هذا الظهيرة سنتحدث عن الإعفاءات والتسهيلات وإلغاء للعقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي. عن هذا الموضوع سعداء جدا بأن يكون معنا هنا في الاستوديو المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء السيد فيصل بن طالب. مساء الخير. شكرا على التلبية الدعوة. إعفاءات وتسهيلات بالنسبة للمتأخرين عن دفع أو تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، هذه العملية التي انطلقت في أو قررها أو بقرار من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون في هذا الشهر، أين وصلت العملية؟ كيف تصف لنا هذا القرار كبداية لنقاشنا؟ شكرا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لما نتكلم على هذا القرار اللي هو في الحقيقة قرار شجاع ويندرج ضمن المتابعة والمرافقة للمتضررين من جائحة كورونا. يعلم الجميع أنه جائحة كورونا يعني أتت على الأخضر واليابس والتداعيات تاعها يعرفها مست كل دول العالم، وعلى الخصوص النسيج الاقتصادي، فمباشرة مست المؤسسات الاقتصادية، وين الدولة خدات السلطات العمومية خدات على يعني على عاتقها هذا المبادرة، على رأسها السيد رئيس الجمهورية بالأمر 21/12، واللي هو في الحقيقة يعني قرار شجاع في المرافقة وفي المحافظة على مناصب الشغل، في الدفع بالتنميه الاقتصاديه. فهذا القرار يندمج ضمن هذا المسعى. والان يعني احنا رانا في حوالي 25 الف مقبل على هذه العمليه، رغم استفادوا من هذا الاجراء على المستوى الوطني. ولكن الملاحظ في هذا العدد 25 ألف انه في هذا الاسبوع الاخير كاين تزايد بطريقه يعني احسن بكثير من الايام الاولى. يعني منذ انطلاق العمليه في هذا الشهر وصلتم الى 25 ألف. 25 ألف مستفيد من الاعفاء عن غرامات التاخير، عن غرامات التاخير وزياده عدم الاشتراك. نعم سيد فيصل، العمليه من الذي سيستفيد منها حتى نعرف للمواطن، لأن وسيلة إعلام ليعلم أو ليعرف المواطن هل هو معني بهذا القرار؟ هو في الحقيقة لازم نعرف أولا أنه صندوق الكازموس هو صندوق وطني للضمان الاجتماعي مس غير الأجراء، واللي بطبيعة الحال هو ضمن نظام منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر اللي يعكس الطبيعة الاجتماعية للدولة الجزائرية. فالدولة الجزائرية هي دولة اجتماعية بامتياز، تكفلت بكل فئات المجتمع من أجراء غير أجراء ذوي الفئات الخاصة، فكل هذه الفئات تكفل بها نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر الذي ينبني على أسس مرتكزات واضحة اللي هي التوزيع والتضامن بين الفئات والتضامن بين الأجيال. فصندوقنا اللي هو يمس خصيصا غير الأجراء، فئة غير الأجراء اللي ينشطوا في هذا المجال، واللي هما متعددين كالتجار، أصحاب المهن الحرة، الحرفيين، المحامون، الأطباء، الموثقون، كل هذه الفئات يعني تندرج ضمن منتمية للصندوق اللي هو صندوق كازموس. إذا هذا الإجراء بالتعدي راح يمس هذه الفئات في غرامات التأخير تاعها عن التصريح بالنشاط، وكذلك زيادة عدم الاشتراك. نعم انت بالك نقدر نوضح لك وش هي الغرامات بالأرقام. نعم غرامات في القانون الجزائري على كل مكلف في مجال غير الأجرة، مجال الضمان الاجتماعي، انه كل ما ينتسب لهذا الصندوق لازم يصرح بالنشاط تاعو، يصرح بالنشاط تاعو خلال من بدايه الشهر السنه المدنيه اول جونفي، عنده اخر اجل اللي هو 30 جونفي في التصريح بوعاء الاشتراك.
وعنده باش يدفع الاشتراك من 1 جونفي حتى 30 جوان، وبصفه استثنائيه الفلاحين حتى 30 سبتمبر. هادو هما الاجل تاع دفع الاشتراك. اللي ما يدفعش الاشتراك في الاجل تاعو المحدده تطلع عليه غرامه ماليه تاع 5000 دينار جزائري عن كل عن 5000 دينار جزائري عن التاخير، وتزيد هاد ال 5000 دينار جزائري تزيد ب 20% كل شهر. كل شهر تيتاخر. هذه يعني تصريح بالنشاط. نعم. وكاين غرامات تاع دفع الاشتراك، يعني كي هذا تصريح بالنشاط. والاشتراك كي ما يحطش الاشتراك نتاعو تكون على عاتقه ايضا زياده ب ب زياده بواحد بواحد ب 20% زياده ب 20 ب زياده ب 20% 20% عن كل عن اساس الاشتراك، وتزيد ب 1% عن كل شهر. ممتاز. انت ذكرت نقطه مهمه جدا، هي الطابع الاجتماعي للجزائر. هذه المؤسسة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء مؤسسة اجتماعية أيضا في الجزائر. وضعية هذه المؤسسة هل هي وضعية مريحة، خصوصا أنه فيه قرارات فيه تسهيلات؟ بالمقابل يجب أن نعرف وضعية هذا الصندوق الوطني للعمال الأجراء كمؤسسة اجتماعية في الجزائر. اولا بدي نصحح، هي 5% عن اساس الاشتراك بالنسبه لزياده التاخير. الاشتراك 5% عن اساس الاشتراك، و1% عن تاخر في كل شهر. هي النسب تبان ضئيله، ولكن في لما تولي تحسب هي متتاليه حسابيه، والمبلغ يزيد يعني كل تاخر في يزيد 5% زيد لها 1% معناتها 6% كل شهر، فحاجه 5 وزيد لها 1% في الشهر الاول ومن بعد 1% على 6%، اذا راهي تزيد بطريقه متتاليه حسابيه، المبلغ يزيد. ممتاز. بخصوص الوضعيه الماليه للصندوق، الصندوق لازم تعرف احنا يعني طبقا لاحكام المرسوم 15289 ولا التمويل في القانون 83 في 14 للمكلفين، الصندوق يستقبل اشتراكات المشتركين ويقدم خدمات للمشتركين، وبالتالي فيه اشتراك فيه تقديم خدمات. عدد المشتركين الان، لانه ذكرت عدد الاشتراك، هو احنا عندنا عدد المنتسبين للصندوق ويفوت 2 ملايين منتسب، ولكن المشتركين مازال ما لحقوش النسبه المليحه بالنسبه للمنتسبين بصفه عامه، مازال ما لحقوش النسبه للمشتركين حقيقه. نعم. فوضعيه الماليه مرتبطه بالمداخيل تاع الاشتراك، ومرتبطه بتقديم الاداءات للمشتركين، والاداءات صندوق يغطي. اذا هناك مسجلين منتسبين لكن لا يدفعون الاشتراك. نعم. ايضا نعم فيه. ممكن نفس الارقام، لانه نتحدث بلغه الارقام. فيه نسبه محدده، فيه نسبه يعني في نسبه تقارب 50% غير ما تسددش الاشتراك نتاعها، وهي الفئه كي تعود ما تسددش الاشتراك نتاعها، بالرغم انه هذا بالرغم انه الاشتراك هو اشتراك وجوبي. نعم. بناء على القانون المنظومة القانونية هو اشتراك واجب على كل ممارس لمهنة حرة وغير آجر، إلا أنه ما كانش يعني فيه دفع الاشتراكات. بصح الذي لم يشترك يعني مباشرة ما يستفيدش من الأداءات اللي قدمها الصندوق، وهنا حاب نهضر على الأداءات تاع الصندوق. الصندوق يغطي الأداءات العينية للمرض والأمومة، ويغطي ويأمن التقاعد، وكذلك رأس المال الوفاة، وكذلك العجز. نعم. فالأداءات العينية فيها يعني مثلا الأداءات العينية للمرض فيه التكفل بالعمليات الجراحية لجراحة القلب، فيه الولادة، فيه النقل الصحي. من التي يقدمها الصندوق. نعم. فيه النقل الصحي، فيه المعالجة بمياه البحر، فيه عدة يعني عدة أداءات يقدمها الصندوق لفائدة المؤملين لهم اجتماعيين ولذوي حقوقهم. وتعرف أنت استنادا أيضا للمادة 67 من قانون 83/11، ذوي الحقوق في القانون يعني في القانون الجزائري هما فئة كبيرة،
يستفيد المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقي من تلحق لدرجة القرابة من حواشي من الدرجة الثالثة، حواشي من الدرجة الثالثة بمفهوم القانون، العم الخالة العم الخال هذا ممكن أن تمسهم نعم يعتبرون من ذوي الحقوق. وهذه صفة نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر. يعني ممكن لما نتكلموا على سخاء منظومة الضمان الاجتماعي قد لا يستوعبها الغير، يقول لك فهي ديماغوجية، ولكن في الحقيقة اللي يطلع على المادة 67 القانون 83/11 يعرف باللي المشرع الجزائري أعطى لذوي الحقوق ووسع هذه الفئة للفئة كبيرة، حتى قلت كي الحق لدرجة القرابة من الحواشي درجة ثالثة، واللي هي يعني أنا ما نظنش باللي كاين كثير دول العالم اللي تقدم مثل ما تقدم. نعم من امتيازات هذه الامتيازات، هل جعلت يعني المواطن او العمال غير الاجراء انه يتقربوا من الصندوق والارقام من سنه لسنه ترتفع، ام فيه اقبال؟ انتم كيف تقيمون هذا الاقبال؟ احنا يعني اولا من خلال هذه امتيازات كثيره ذكرتها، امتيازات كثيره. نعم. كثيره جدا. يعني كي نجي امام الامتيازات هذه، كي نجي نحسبها على ارض الواقع نلقى عندنا 9700 تعاقد مع صيدلي، عندنا 135 تعاقد مع مؤسسه في مجال النقل الصحي، وهذه كل يستفادوا منها المؤمنين لهم اجتماعيا، عندنا دعم ل 40 جمعيه من ذوي الاحتياجات الخاصه، عندنا 62 تعاقد مع عياده للولاده، عندنا 26 تعاقد مع عياده لجراحه شرايين القلب، وعندنا 189 لتصفيه الكلى. فهذه هذا النظام التعاقدي هذا اللي يخلي فوائد كبيره للمؤمنين في مجال في صندوق الضمان الاجتماعي كازنوش لغير الاجراء. نعم. احنا ممكن وهذا الشيء يعني الفائده تاع مثل هذا الحصه التلفزيون ووسائل الاعلام، قد ما نوسعوا الاتصال، قد ما نعرفوا واش عندنا، قد ما يكون الاقبال. يعني كان فيه قرار، العمليه الان في شهر سبتمبر تسير، انت ذكرت رقم 25000 تقدم من مصالحكم. الان العمليه الاتصاليه، انت ذكرت هذه النقطه مهمه جدا. هل العمال غير الاجراء يعني من يعنيهم او مرتبطين بهذا الصندوق، هل يعرفون المزايا؟ هل تواصلتم معهم؟ ما هي اساليب التواصل؟ هل في طرق جديده؟ هي اولا لازم تعرف الفئه اللي راهي مستهدفه من هذا القرار. نعم. ونزيد نعاود ناكد انه قرار شجاع، ويعني قرار جاء في وقته، ولازم نثمنوا مثل هذه القرارات اللي راح تشكل يعني في الظاهر انه هي في مجال المرافقه للمتعاملين، فهي تقيس فئات كبيره، تقيس يعني الناس اللي عندهم على عاتقهم غرامات تاع نتج على التاخير. وهادو احنا عندنا في هادو اللي يكون عندهم يعني يجي يخلص القسط نتاعو تبقى له الغرامات هذيك يروح يقدمها للطعن. فكل فئات اللي سواء فاتت في لجان المؤهله للطعن ولا ما فاتتش يستفاد تلقائيا من الامر تاع الرئاسي 21/12. اللي يجي يدفع الاقساط تاعو كلها يستفيد من الامر الرئاسي 21/12. اللي يجي وعنده جدول الدفع بالتقسيط قبل صدور هذا القرار، ما عليه الا اما يجي يسدد الديون تاعو، لكن عاد جدول التقسيط تاعو محترم وانقضى فهو يستفيد من هذا القرار، لكن عاد جدول التقسيط تاعو موش منقضي وغير محترم، يجي يعاود يدير جدول تقسيط جديد باش يبقى يستفيد من هذا القرار، لان شريط لا يتجاوز هذا يعني المجيء تاعو 31 جونفي. في وكل المستفيدين ايضا اللي هما المدينين يعني المكلفين وما جاوش للصندوق، مكلفين اللي ما جاوش انتسبوا للصندوق، فايضا هادو راح يستفادوا من اجراءات من هذا من هذا هذا القرار وهذا التدابير. نعم. نعم. ممكن حتى المواطن ايضا يفهم الاشتراكات، دفع هذه الاشتراكات وقيمه هذه الاشتراكات، ممكن انكم تختلفون عن الكناس يعني الصندوق مرتبط بالعمال الاجراء. اي هو الصندوق صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء، الاشتراك تاعو مبني على اساس الاشتراك اللي يجي يصرح به المنتمي للصندوق، يجي يصرح قال ها وعاء الاشتراك تاعي، الوعاء الاشتراك تاعو نديو منه احنا 15%، 7.5% تروح للتقاعد و7.5% تروح للتامينات الاجتماعيه، وهو نظام مبني على التصريح.
وفي سنه في السنوات الاولى لبدايه النشاط لصاحب صاحب المنتمي لهذا الصندوق يشترك بالمبلغ الادنى اللي هو 32400 دينار جزائري، وهذه مدينا تعليمات يعني صارمه في هذا المجال باش على مستوى الوكالات الولائيه، وين الناشطين الجدد يعني السنه الاولى تاعو ما عليه الا يشترك بالمبلغ الادنى اللي منصوص عليه قانون هو 32400 هذا 15% من الاجر من الادنى 32400 دينار جزائري، وتكون هي نسبه الاشتراك تاعو في بدايه السنه تاعو. وحنا النظام تاعنا بدايه السنه من بدايه المدنيه يعني السنه المدنيه كيبدا بدايه السنه الاولى تاعو من النشاط. حنا النظام تاعنا مبني على التصريح. التصريح هو قابل للمراقبه، ولكن في الاصل نظام مبني على التصريح. ممتاز. هذه لازم يعرفها المتعامل ولازم يتماشوا معها ايضا المسؤولين تاعنا على المستوى المحلي. وفي هذا الصدد نقدر نعطيك عدد المستفيدين من الخدمات من الاداءات في صندوقنا. عدد المستفيدين في صندوقنا هو 1,317,000 مستفيد، يعني لما واحد يجي يخلص الحقوق نتاعو حقوق الاشتراك راهو يستفيد هو وذوي الحقوق نتاعو. العدد الاجمالي هو لسنه 2020 ديسمبر 2020 هو 1,317,148 مستفيد، وعندنا 2,986 مستفيد من العجز، وعندنا 8,100 مستفيد من راس مال الوفاه. هل تستهدفون ارقام اكبر؟ كل ما تكون، وهذا هو يعني امام كي تشوف عمق تاع الامر 21/12 الامر الرئاسي تعرف باللي العمق هو توسيع قاعده المشتركين. هذا هو العمق تاع الامر باش الناس كل ما تكون توسيع تاع قاعده المشتركين في الصندوق كل ما تزيد الاستفاده تاع المواطن عدد الساكنه المواطنين الجزائريين. يعني احنا ماذا بنا التغطيه الاجتماعيه في الجزائر تكون 100%، هذا طموح كل مؤسسات الدوله الجزائريه. هل فيه تغير في التفكير العام لدى العامر غير الاجير يعني الجزائري في التقرب من هذا؟ هل فيه يعني الارقام سنويا ترتفع المعدل مقارنه مثلا بعشر سنوات الاخيره في هذا الجانب؟ يعني هو المشترك في الصندوق يعني كل ما يلقى خدمات مليحه امتيازات مليحه كل ما نعرفه بالاداءات تاعنا والامتيازات تاعنا كل ما يقبل هو ضمنيا على الصندوق، وكل ما يلقى اجراءات متابعه لانه كل ما تمر الدوله يعني تمر بازمه لانه كوفيد ما تقدرش تفوتها، هي ازمه ما يقدر يتجاوزها اي عاقل ما يقدرش يتجاوزها. ولكن الدوله تمد دعم لانه ما هنا كاين عبء على الخزينه العموميه. يقدر المتعامل يتفرج يقول لك باللي هو اجراء هو اجراء يمس المشتركين، يعني ما تدخلش للصندوق غرامات، ولكن بالمقابل راح تخرج فئه اللي راح تدفع تكون على عاتق الدوله تمد الكومبليمون ديفيرونسيال الهامش ذاك الناقص يعني الهامش الناقص في التقاعد. نعم في التقاعد كاين نسبه تتكفل بها الدوله الجزائريه لكل المتقاعدين الجزائريين. فهذا الاجراء راح يعني هو اجراء تاع مرافقه ومتابعه، ولكن ايضا فيه اعباء. وبصح الفائده تاعو انه اللي راح يقبل ويستفيد من هذا الاجراء راح مباشره يستفيد من الاداءات نتاعو، يعني فيه فوائد متعدده. ممتاز. استاذ فيصل بن طالب، نتحدث عن انت ذكرت الاثار الكبيره التي خلقتها جائحه كورونا، اكيد كان فيها جوانب ايجابيه هي الرقمنه والعمل عن بعد. نعم الصندوق. هي رب ضارة نافعة، ولكن في صندوقنا احنا ركزوا يعني استهدفنا هذا المجال اللي هو نظام المعلوماتية، وين يعني عندنا خدمات كبيرة في المستوى. ممكن نذكر هذه الخدمات؟ مثلا الانتساب عن بعد، طلب التقاعد عن طلب التقاعد عن بعد، التصريح عن بعد، طلب بعض الوثائق عن بعد، معاينة استهلاك الأدوية المؤمنين لهم عن بعد. كاين خدمات أيضا للصيادلة، متابعة استهلاك الأدوية، متابعة الملفات تحمل
الملف التحمي يعني المستوى عن بعد، ففيه خدمات كبيرة. يعني منصة كاملة موجودة أو فيه منصات؟ لا فيه منصة يدخل ضمانكم يعرفوها، يدخل ضمانكم، فيه خدمات في المنصة تاع ضمانكم، فيه خدمات كثيرة تفوق 24 خدمة. نعم. ومازال يعني احنا كل مرحلة يعني كل ما يعني رانا يعني تقريبا كل شهرين 3 أشهر نخرجوا ونزيدوا نخرجوا خدمة خدمة جديدة. للمواطن، لأنه هذه تساعد كثير، تساعد المؤمن له اجتماعيا، اجتماعي. نعم. وتساعدنا احنا أيضا في المتابعة الدقيقة. نعم، ممتاز جدا. المدير، المواطن يريد أن يعرفها من الصندوق الوطني للعمال غير الأجر. واش نقول لك، يعني هي على بالك احيانا احنا عندنا المواطن الجزائري ذكي. نعم. ذكي جدا ويقدر يدير المقارنه. لما نتناقش انا في الهوامش مع يعني مؤمنين لهم اجتماعيين، نعطيك مثال يعني هو مثال باللغه اللي يفهمها الجميع. رانا في صنف غير الاجراء، صنف غير الاجراء معناتها التجار. التجار واصحاب المهن الحره، لما يشري مثلا سياره بحوالي 4 مليون دينار جزائري ولا 3 مليون دينار جزائري، يروح يامنها عند صناديق التامين، فالفاتوره تكون صعيبه يعني كبيره، يعني اذا تلحق 8 ملايين 7 ملايين، لانه السياره 400 مليون سنتيم يعني تصل حتى. نعم. فكدير مقارنه مع الفرق في التشبيه، مقارنه. فاحنا لما يشترك بمتوسط قيمة الاشتراك وطنيين حوالي 7 ملايين سنتيم، ف 7 ملايين سنتيم ويستفيد المواطن من اداءات اللي كنت نتكلم لك عليها، فهذه تبان قيمة الاشتراك باللي مش حاجة يعني خيالية ولا تعجيزية. والخدمات، لانه من سمت يعني نظامنا، نظام مبني على التضامن بين قلت لك بين الاجيال وبين الاجيال وبين الفئات. يقدر يشترك انسان يعني عنده تجاره محدوده، يشترك حوالي 40 الف دينار جزائري، يعني 4 ملايين سنتيم، يشترك في العام ب 4 ملايين سنتيم، ولكن لا قدر الله مرض وصلت له وكان مضطر باش يدير عمليه على جراحه القلب. عمليه جراحه القلب اللي كتعرف قداه يعني تقام حوالي تكلف، كاين اللي تبلغ 100 مليون سنتيم، كاين اللي تفوت حتى 100 مليون سنتيم، 200 مليون سنتيم، نتكفلوا بها احنا في الصندوق. الصندوق ممتاز. يعني هذه الامتيازات اللي يشوفها المؤمن له اجتماعيا هي الحوافز باش ينضم للصندوق. للصندوق. واحنا وظيفتنا يعني نفتحوا المجال للناس باش يجيو للصندوق، نلعبهم باش يجيو، لانه ماناش ما نحبوش نروحوا للطرق الرضعيه ولا التحصيل الجبري، لانه هذا ثاني مشرع عليه في القانون، نقدروا نروحوا للطرق التحصيل الجبري. ولكن هل لجأتم إليها في حالات ما؟ نعم، لجأنا لها في حالة نلجأ لها بطبيعة الحال، ولكن منذ ما جاء كورونا الدرك هذا الملف يعني توصية من السلطات العمومية حبسنا، يعني حبسنا المتابعة القضائية، ولكن وزاد جاء الأمر تاع السيد رئيس الجمهورية وين يعني سهل أمورك، وين يعني سهل لهم العملية كامل باش نتفاداو. إذن قلت لك المواطن الجزائري مواطن ذكي، قد ما يشوف الامتيازات نتاعو يقدر ينضم، لانه يعرف باللي الخساره ماهيش، لا سميناها خساره، ماهيش الاشتراك وزيد، الاشتراك فيه شق للتامينات الاجتماعيه وفي شق يتخبى له للتقاعد. للتقاعد، نعم. يعني في كل الحالات هو مستفيد. في كل الحالات مستفيد، وفي كل الحالات وزيد يعني امام الاشتراك في صناديق الضمان الاجتماعي هو في مظهر من مظاهر المواطنه، معناتها لما تكون نتكلموا على المواطنه والحداثه لازم تكون تغطيه اجتماعيه، تغطيه واسعه. نعم. وهذه مشار لها في النقطه 42 من برنامج السيد رئيس الجمهوريه، وين رانا ناكدوا ونعملوا حاطين يعني الجهد تاعنا باش نوسعوا قاعده الاشتراك قدر الامكان. كي توسع قاعده الاشتراك بطبيعه الحال توسع قاعده الحمايه الاجتماعيه. فيه استجابه اكيد. لا فيه استجابه، وفيه يعني فيه الارقام قاعده تتحرك تصاعديا ان شاء الله. ممتاز. بالنسبه للعمال غير الاجراء، ما هي الفئات الاكثر اللي ممكن انه تلقى في الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء يعني مبتغاها، يعني حرفيين، تجار، من يعني الصنف اللي ممكن منتسب اكثر لهذا الصندوق؟ هم التجار. هم التجار. هم التجار.
لانهم بطبيعه الحال هم الاكثر. نعم، كيف طريقه احتساب الاشتراك التجار؟ هي كلها تصريح تصريح تصريح، نظام تصريحي، نظام الانتماء لصندوق الضمان الاجتماعي ونظام تصريحي. يجي يصرح بال... أكثر. يجي يصرح بال... خلال السنه تاعو، يجي يتقدم للصندوق قال انا راني هكذا خدمت، يصرح بالفائده تاعو، يصرح بالفائده تاعو، قال هاي قد الفائده تاعي خلال هذه السنه، حنا نحيو منها 15%، ولكن التصريح تاعو ندرسوه حنا، اما مبالغ فيه يعني زايد فيه ولا منقص فيه ندرسوه. كاين عندنا حنا طريقه في التقييم، من بينها من بينها لك هذا نهضر لك، كيعود ما يخضعش للريا النظام تما اللي يجيبش لي بيلون تاعو، ما نهضرش على نهضر على نظام تصريحي فقط اللي راس اللي كيفوت يفوت مبلغ معين ويروح للريا، اللي يروح لل لي بيلون واضحه، لي بيلون تسمى الحساب تدي 15% من الفائده مباشره، ولكن في التصريح يقدر يصرح حتى هو، والتصريح تاعو يبقى العون تاعنا عون المراقبه يشوف اسكو التصريح هذا راه مبالغ فيه ولا تصريح موضوعي ولا ناقص ولا زايد، نقدر نديرو تصحيح هنا. ممتاز. سيد فيصل بن طالب، في العموم الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء موقعه في وسط هذا المؤسسات الكثيره في الجزائر، بالنسبه اكيد نقطه مهمه جدا هي الاقتصاد الوطني. هي الضمان الاجتماعي، هذه المعادله يعني الصندوق والاقتصاد الجزائري، يعني هي كل ما تكون الحمايه الاجتماعيه قويه كل ما تكون التنميه الاقتصاديه قويه، لانه كي تكون الحمايه الاجتماعيه قويه يكون الاقبال على العمل قوي، اللي يعرف اللي عنده يعني العامل يعني الاجيره، نبداو بغير الاجير لانه راح يوظف اجير ولا ما يقدر ما يوظفش اجير، فكيما يكون الاجير الغير اجير يجي وينتمي يقوي منظومه الضمان الاجتماعي، فالاجير راح يستفيد، غير الاجير راح يستفيد، التنميه تزيد، المردود يزيد، الاقتصاد يبدا يطلع، الانتاج يزيد، فكل شيء مربوط ببعضه، لانه وين تلقى نظام منظومه ضمان اجتماعي قوي اعرف باللي بالنتيجه اقتصاد قوي. نعم. وكل ما تلقى والعكس صحيح. والعكس صحيح. فكل ما نكثروا الحمايه الاجتماعيه ونوسعوا قاعده المشتركين والمنتسبين لصناديق الضمان الاجتماعي بصفه عامه وصندوقنا على وجه الخصوص، كل ما تزيد الحمايه الاجتماعيه كل ما تكون مظهر من مظاهر قوه الاقتصاد الوطني. نعم، هل حتى نتحدث عن الآفاق المستقبليه، هذه النقاط والمحاور التي ذكرناها كلها، هل فيه يعني مستقبلا تعمل يعني فيه الان حاليا حول مشروع تعملون عليه؟ فيه يعني نحن لا ندري ماذا يجري في الصندوق، هذا الذي نريد ان نوضحه. نرانا الان نشتغلوا على توسيع قاعده المشتركين. المشتركين كي نقولوا توسيع قاعده المشتركين وهذه قلت لك امتثال البرنامج السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ايضا يصر على هذه النقطه ويتابع فيها يعني بدقه وعن قرب. فتوسيع قاعده المشتركين راح تاثر مباشره على بعض المؤشرات في الصندوق اللي نعملوا عليها، احنا مؤشرات داخليه لانه المؤشرات هذه اللي تعمل على النجاعه والاستمراريه تاع الصندوق. فقلت توسيع القاعده دايرين ترتيبات على المستوى المحلي كيفاه بالنسبه للطاقه الموجوده على المستوى الولائي، الطاقه المستهدفه على المستوى الولائي، المسؤولين تاعنا على المستوى الولائي واش من فئه يستهدفوها باش تدخل للصندوق، واش التسهيلات اللي تنقل. هل تنقل مباشر؟ هل فيه يعني دراسات من العمل على نعم فيه دراسات، في احصائيات لكل فئات اللي راهي فئات راهي مشتركه ومن بعد غفلت على الاشتراك سنه ولا سنتين، عندنا كل فئات اللي غفلت عن الاشتراك مثلا لمده سنه او سنتين نستهدفوها بالدرجه الاولى، اللي غفلت عن الاشتراك 3 سنوات نستهدفوها بالدرجه الثانيه. وهي يعني فيه استهداف، لانه في منظومه المعلوماتيه عندنا احنا نركزوا كثير على نظام المعلوماتيه والتجديد نتاعو، لانه قوه يعني باش قوه اتخاذ القرار كل ما تكون منظومه معلوماتيه قويه وقاعده بيانات صحيحه فعالية ومحينة، قد ما يكون القرار صحيح أقرب للصح يعني ودقيق، القرار يكون دقيق. وعندنا هذا التحدي تاعنا احنا هو نظام معلوماتي قوي، واللي يندرج أيضا في تبسيط الإجراءات الإدارية، ويعني هو كلش مترابط ببعضها كلش متداخل. فديمومة الصندوق
تستدعي نظام معلوماتي قوي وقاعدة بيانات دقيقة ومحينة، وهذا رانا نشتغل عليه يعني ضمن الأهداف تاعنا قريبة المدى. هاي نترك لك الكلمة الأخيرة سيد فيصل بن طارق. الكلمة الأخيرة نشكر قناة شروق على هذه الدعوة، والكلمة الأخيرة هي لكل المنتسبين للصندوق، نطلب منهم باش يتقدموا للصندوق الوكالات المحلية باش يستفادوا من هذا الإجراء، لأنه قد يتساءل الشخص يقول لك هو إجراء محدد يعني من 25 أوت إلى 31 جونفي، ولكن احنا بالأبعاد تاعو الثمار تاعو راح تكون على أكثر من سنة من 3 أو 4 سنوات، يعني اللي يجي في السنة المدنية 2021 راح يدير جدول تقسيط راح يستفاد على مدة 4 سنوات، اللي يجي ولا 5 سنوات تو ديبو على القدرات تاعو المادية للمدين هذا، واللي يجي سنة 22 أيضا راح يستفيد من لمدة تاع 3 أو 4 سنوات، فبالتالي هو قرار محدد في التاريخ، ولكن الاستفادة تاعو كبيرة وواسعة تدوم حتى 4 أو 5 سنوات، وهنا المطلوب من المنتسبين للصندوق باش يجيو يسويو الوضعية تاعهم، المدينين يجيو ويسويو الوضعية تاعهم ويلقاو إن شاء الله المرافقة كل التسهيلات والمرافقة من طرف المسؤولين تاعنا المستوى المحلي. شكرا جزيلا لك المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء السيد فيصل بن طالب، شكرا جزيلا لك على الحضور على كل التوضيحات التي قدمتها. بارك الله فيك، شكرا لك صح. العفو. مشاهدينا الكرام، ظاهرة متواصلة في الشق الثاني من هذه الفترة. باشرت المدرسة العليا للفنون الجميلة مسابقتها السنوية لدخول الطلبة الجدد، والتي عرفت مشاركة 230 شابا على أن يجتازوا اختبارين تشكيلي وآخر شفهي اليوم وغدا الثلاثاء.